كورونا سببها احنا، كورونا سببها احنا بجد، ناس جمعيه ضلاليه نصابين وحراميه، ثلاث فئات عكس بعض. فانا ما عنديش ريبورت اللي انا اقدمه ولا نصايح، او المره دي هو مشهد تمثيلي بيحكي عن احساس جوايا في ظل العالم المبوء اللي احنا فيه. بس هو ربنا هيلعننا اكتر من كده ايه؟ اي نعم، سيدنا موسى لما طلبوا منه اخرج لنا من بقولها وعدسها وفومها وبصلها قال تتخذون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله. كل ما اعمل حاجه دينيه ما لاقيش حد مهتم بيها. كان نفسي الاقي ناس كتير مهتمه بالدين، نفسها ترجع زي الاول، الطبق اللي بيبروا كل بيت. مش عارف الموضوع كله اصلا احنا اللي قتلنا وظلمنا وسرقنا ونصبنا لسه زي ما احنا بنكشر في الشوارع. ما عندناش حته الدين دي، الجوامع فديت، الجوامع فديت والمساجد مبقاش حد يروحها. الناس اللي كانت بتستنى للجمعه للجمعه مبقاش في جمعه للجمعه. الناس اللي مستنيه تروح تحج عشان تغسل ذنوبها من السرقه والاغتصابات ويروح يسرق في الحرم وهو مش محتاجه. المساله الربانيه اقوى بكتير جدا من اي حد. فلذلك قررت ان انا اتكلم عن احساسي، هاخده مشهد تمثيلي. بعض الداعيات الإسلامية ليهم برامج وليهم معدات، فأنا بتكلم عن موهبتي، عن تمثيل والإخراج. كتبت سيناريوهات عن النفس، بس ما قررتش إن أنا أكتب حاجة أوحش من كده. النفس، إن النفس الأمارة بالسوء، ولذلك ربنا يرفع عنا البلاء، بس هيرفعه إزاي؟ إحنا ما بنحبش بعض. هنبطل بقى نكشر؟ لا، إحنا دلوقتي مش هنكشر، إحنا مش هنسلم على بعض. كورونا أزمة جامدة أوي، بس أنا شايفها أولها وآخرها هي ابتلاء من الله. ابتلاء عشان اللي بيظلم وفاكر نفسه مخلد في الأرض مش هتعرف تروح فين ولا تيجي منين. ولو أغلقت أبواب التوبة خلاص باظت. دلوقتي حاسين إن إحنا عايشين روح جوه جسد. شباب كتير أوي ماتوا، شباب كتير جدا. هنتعظ؟ ممكن، وممكن ما نتعظ. ممكن كل واحد فينا يختار طريق الفلوس. فلوس 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 فلوس، هو شق ديني جدا للفلوس. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، باقيات الصالحات فين؟ فين نحب بعض؟ فين الطبق بتاع زمان اللي كان بيلف في كل بيت؟ فين رمضان؟ اكتر من كده لعنة ومش عايزين تتعظوا؟ هي مش فيروس، اللي هو الفيروس ده اللي هو شيء خرافي، لكن وما قدر الله حق قدري، ده ربنا قادر. اي نعم، انا ما قررت ان انا اعمله مشهد تمثيلي واتكلم فيه عن ربنا سبحانه وتعالى، على قد ما انا مقرر ان الناس لسه وحشه زي ما هي. لسه لما بنخبط بعض بالعربيه ايه والشرطه باظت، السبب احنا. اقعدوا في بيوتكم واستغفر عن ذنوبك وصلي، ممكن يستجاب. لان كان في حاجه انا سمعتها، ان سيدنا عيسى لما نزل في المقدس قال يا جماعه صلاه الجماعه ليه؟ قال لو عسى ان ياتي رجل صادق ياخذكم بدعواته. مش كل دول، انا واحد من الناس تعرضت في موقف جامد وانا بصلي في المسجد، واحد ضربني في رجلي، فبصيت له قلت له دينك بيأمر بكده؟ مش حلوين. عيدوا النظر، عيدوا النظر في كل حاجه، افتكر ربنا، اقعد في البيت توب.
لان لو اغلقت ابواب التوبه راحت كل حاجه. ارجع لربنا بجد. خلق السماوات والارض بدون عمل. ارجع لربنا.